مشاهدينا الكرام، كما تابعنا قبل قليل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية ولا سيما أسواق النفط العالمية. إذا مشاهدينا الكرام، نتحدث بتفاصيل اقتصادية أكثر حول هذا الملف وملفات أخرى مع ضيفتنا السيدة لينا قنوع، محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة لينا. بداية، في ظل هذه الأحداث الحالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي، برأيك هل سيستمر النفط بالصعود على اعتبار أنه تجاوز اليوم حاجز $100 للبرميل؟ تفضلي. أهلا بك. بالفعل أسعار النفط عم تواصل ارتفاعاتها لمستويات فوق $100، حتى شفنا كيف الارتفاعات من يوم أمس. إذا تحدثنا عن $5 ارتفاعات كانت كبيرة نتيجة تصعيد المخاوف الجيوسياسية أو المخاوف من الغزو الروسي على أوكرانيا. وبالفعل عندما بدأت بداية هذه الحرب أو الغزو الروسي على أوكرانيا، هذا عم بيؤدي أنه عم نشوف كيف أسعار النفط عم ترتفع، وصلت إلى مستويات $100، أعلى مستويات منذ عام 2014. وصلت هذه الارتفاعات، ربما نشهد المزيد من الارتفاعات. لدينا مستويات $107، وثم ربما نرى مستويات $111، ربما نصل للمستويات بالفعل المزيد من الارتفاعات $120 للبرميل إذا استمرت هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا. نحن نتحدث عن روسيا تنتج تقريبا 11 مليون برميل يوميا. نتحدث عن روسيا كثالث منتج للنفط بعد الولايات المتحدة، بعد السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنتاج النفطي. إذا تحدثنا عن أوروبا، بالنسبة لأوروبا تشكل إمدادات روسيا إلى أوروبا تقريبا، نحن نتحدث عن أكثر من 26%. إمداداتها بالنسبة للغاز يشكل النسبة الأكبر ب 41% إلى أوروبا، يعني 35% من إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا. فبالتالي هذا عم يخلي انه الارتفاعات، احنا ما ننسى انه الارتفاعات اللي عم تحصل باسعار النفط نتيجه تعافي الطلب العالمي على النفط، وعم نشوف الارتفاعات حتى قبل حدوث التفاقم هذه الازمه او الاوضاع الجيوسياسيه بين اوكرانيا وروسيا، كنا عم نشوف الارتفاعات الصاعده على اسعار النفط. يعني نحن بعد الانهيارات اللي شفناها من جائحه كورونا بعام 2020، وبلشنا نشوف ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط في عام 2021، وحتى شفنا الارتفاعات في 2022، سواء حتى بشهر يناير عم نشوف الارتفاعات تقريبا ارتفع بشكل كبير. عم نشوف الارتفاعات أيضا بشهر فبراير، نتحدث يمكن ربما 14% في شهر فبراير، خام برنت ارتفع تقريبا ب 15% او ب 14% في شهر يناير. فهذه الارتفاعات الكبيره اللي عم نشوفها مؤخرا في اسعار النفط نتيجه تعافي الطلب العالمي، لكن ما فاقم ارتفاعات اسعار النفط بالارتفاع اكثر من ذلك هو الازمه او الحرب او الغزو الروسي على اوكرانيا، هو الذي تسبب بالمزيد من ارتفاعات اسعار النفط. فبالتالي لا استبعد المزيد من الارتفاع على اسعار النفط، وربما نصل الى مستويات $120 بشرط انه نصل لمستويات $105. بعد ذلك ربما نرى هذه المستويات. فبالتالي ارتفاع أسعار النفط ربما يعني يشهد بعد ذلك الحد من ارتفاع الطلب، لكن مع ذلك سيكون هناك اشتعال لأسعار النفط بشكل كبير، وربما نرى مستويات أكبر من ذلك للنفط. طيب، ذكرت ما تمثله روسيا بالنسبة للعالم، وأيضا تطرقنا إلى تأثر أسعار النفط بالانفتاح بعد جائحة كورونا والقفزات الحالية بسبب التوترات الجيوسياسية. هذه القفزات الحالية كانت أكثر
مقارنة مع ارتفاع أسعار النفط في بالتزامن مع الانفتاح العالمي الذي جاء مع جائحة كورونا. هل هذا بسبب أن السبب الثاني بالتوترات الجيوسياسية هو سبب أمني، أم أنه ربما لأنه متعلق بروسيا فقط؟ نعم، بالنسبة تتحدث عن أسعار النفط عفوا، لم أسمع سؤالك. السؤال بالتحديد، هل الارتفاع وهذه القفزات في أسعار النفط هل هي بسبب أن المسبب الرئيس هو سبب أمني، أم أنه ربما يتعلق بروسيا السبب الثاني؟ نعم، الارتفاعات الحاصلة بأسعار النفط، يعني إذا تحدثنا عن أسعار النفط بالتحديد، هي عم ترتفع كما ذكرت نتيجة تعافي الطلب، نقص الإمدادات. أوبك بلس لم تقم إلى الآن عم تقوم بزيادة تدريجية بواقع فقط 400 ألف برميل يوميا، يعني سوى تقليص القيود التي قامت بها أثناء جائحة الكورونا، وهي بالنسبة للتخفيض الهائل قامت به بعشر ملايين برميل يوميا. لدينا المخزونات نحن بأقل، يعني تقريبا نحن نتحدث عن 411 المخزون التجاري، 411 مليون برميل يوميا، فبالتالي هذا أقل من متوسط 5 سنوات، تقريبا نحن نتحدث بنسبة 10%، فهذا كله عم بيسبب بارتفاعات أسعار النفط بشكل كبير. لكن بالنسبة للمسبب الأكبر الآن هو الغزو الروسي على أوكرانيا، عم بيشعل أسعار النفط وهذا كارثة، لأن مخاوف من نقص الإمدادات، مخاوف أنه يصير هناك عقوبات على روسيا، فبالتالي يتسبب في نقص الإمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا، لأن نحن كما ذكرنا أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسي، فبالتالي طبعا المخاوف السياسية سوف تشعل أسعار النفط وتتسبب في المزيد من ارتفاع أسعار النفط، فأكيد طبعا المخاوف السياسية راح يكون لها هذا التأثير. طيب، ذكرنا قبل قليل أن روسيا هي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. النفط الإيراني هناك ترجيحات بأنه سيعود إلى السوق العالمية، سوق الخام، هل يمكن للنفط الإيراني أن يعوض الروسي؟ لا أعتقد ذلك، أن النفط الإيراني سوف يعوض الإنتاج الروسي. الإنتاج الروسي تقريبا نتحدث عن 11 مليون برميل يوميا، لو عادت الصادرات الإيرانية نتحدث عن مليون لمليون ونصف برميل يوميا. المخزون أو الاحتياطي الاستراتيجي بإيران، مخزون الاستراتيجي بإيران تقريبا عن 70 ل 80 مليون برميل يوميا، 2.5 الاستهلاك الداخلي بإيران إذا ارتفعت ل 3.3 مليون برميل يوميا، فبالتالي الصادرات ستكون تقريبا نتحدث عن مليون برميل يوميا. ماذا يشكل؟ يشكل 20% من الانتاج الروسي، فلا اعتقد انه في ظل هذا الاتفاق، في ظل عودة الصادرات الإيرانية، لن يكون له التأثير. حتى لو تم فرض عقوبات على روسيا، لا نعتقد انه سوف يغطي الانتاج الإيراني العالم، لأن وحتى مع ذلك إنه إحنا أخذين بعين الاعتبار لم يحصل الاتفاق النووي إلى الآن، ما زالت المفاوضات بإحياء الاتفاق النووي بين إيران ودول العالم، فبالتالي هذه التأثيرات، يعني هذا الاتفاق النووي لم يتم إلى الآن، فبالتالي سيكون باعتقادي لو تم عودة الصادرات الإيرانية هي بشكل طفيف سيكون تأثيرها، ولن يكون تأثيرها كالإنتاج الروسي الذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا. يعني الإنتاج الإيراني يشكل فقط 20% من الإنتاج الروسي، لن يغطي الصادرات النفطية سواء إلى العالم سواء إلى أوروبا اللي بتعتمد على الغاز والنفط الروسي بشكل كبير. أي مع هذا الاعتماد بشكل كبير، يعني الذي يصل إلى أكثر من 35% على الغاز والنفط الروسي، هل من الممكن فرض عقوبات، أم أن روسيا ربما هي تلعب على هذا الوتر بما أن أوروبا تعتمد علي بنسبة كبيرة جدا، أنا أضمن بأن العقوبات ربما لا تكون مؤثرة على روسيا؟
هلا من غير المنطقي نكون او منطقيا انه لا يجوز ان يكون في هناك عقوبات على اسعار النفط او اسعار الطاقه في روسيا، لان هذا سيحدث كارثه بالفعل، كارثه من اشعال الاسعار بشكل كبير، فاي عقوبات سوف يتاثر بتعطل امدادات الانتاج النفطي، فبالتالي هذا راح يؤثر بشكل كبير على اسعار النفط. لكن لا استبعد ذلك، سوف ننتظر ما متوقع من العقوبات. العقوبات التي تمت بشكل أمس وسمعنا عنها أمس لم تكن قاسية، لكن هلأ نترقب أنه المزيد من العقوبات التي تكون الأشد تأثيرا على روسيا، من سواء من عقوبات على مستوى التكنولوجيا من أوروبا إلى روسيا، وأيضا توقف التكنولوجيا، توقف الأسواق، وأيضا وبعض العقوبات التي ربما نخشاها وهي عقوبات على النفط والطاقة، فهذا يتسبب بإشكالية كبيرة. وكما ذكرت يعني 35% من الطاقة بتعتمد عليها أوروبا من الغاز والنفط الروسي، فتجديد أي عقوبات سوف يكون بالفعل له تأثير كبير على أسعار النفط. ولكن الآن أسعار النفط عم ترتفع بشكل كبير، وأي عقوبات سوف نرى مستويات سوف تؤثر على النمو الاقتصادي، تحدث يعني ربما تأثيرات كبيرة على النمو الاقتصادي، ونحن في وقت تشهد فيه التضخم مرتفع بشكل كبير، فسوف نشاهد ارتفاع أكبر للتضخم في حال تم أي عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا. طيب، في ظل هذا التأثير على النمو الاقتصادي الذي تحدثت به قبل قليل، ما هي السلع بالتحديد التي سترتفع أسعارها بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ نعم، بالفعل هناك يعني سلع كثيرة سوف ترتفع، وارتفاع السلع بشكل كبير سوف يؤثر على كما ذكرنا عن النمو الاقتصادي، ونحن شفنا كيف أسعار النفط والغاز ارتفعت بشكل كبير. لكن هناك سلع أخرى، لدينا القمح، لدينا القمح الذي يشكل تقريبا، نحن نتحدث عن 97 تقريبا من الصادرات، أو أكثر من 37 مليون طن من القمح بتصدر روسيا، وأيضا أوكرانيا بتصدر أكثر من 18 مليون طن من القمح. يعني الاقتصاد الروسي هو بشكل تقريبا بالرقم 11 من الاقتصاديات الكبرى. يعني الاقتصاد الروسي يبلغ تقريبا، نحن نتحدث عن 1.6 تريليون دولار أمريكي، فبالتالي يعني من الاقتصاديات التي الاقتصاديات الكبرى. فبالتالي هناك كما ذكرنا القمح، لدينا النحاس، لدينا عدد الألمنيوم، عدد من السلع، هناك مخاوف من أن ترتفع بشكل كبير، أيضا إضافة إلى عدد من المعادن، إضافة إلى الغاز والنفط الذي لا يجب أن نستهين به، والذي يعني يشكل الجزء الأكبر من اقتصاد روسيا، والذي تعتبر من ثالث الدول المنتجة للنفط. فبالتالي ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير سوف يضر بالنمو الاقتصادي، وربما نشهد بالفعل ارتفاع بأسعار سلع أخرى كما ذكرنا القمح والنحاس والألمنيوم وغيرها من السلع الأخرى التي سوف تحدث نرى ارتفاعات عليها بشكل كبير. طيب، هذا بشأن السلع، ماذا بشأن العملات التي ستتأثر بهذه الأزمة؟ طبعا بالنسبة للعملات، هناك عملات فعلا ستتأثر بشكل كبير في الأزمة، وعملات سوف طبعا تستفيد من هذه الأزمة. العملات اللي راح تتأثر بشكل كبير من الأزمة هي العملات المرتبطة تجاريا أو شركة تجارية مع روسيا، هو اليورو. وشفنا كيف بعام 2014 تراجعت عملة اليورو ب 20%،
لدينا أيضا هناك تراجعات ببلدان بالمنطقة الأوروبية، نحن نتحدث عن تشيك وغيرها من المدن الأخرى التي تراجعت أيضا، تقريبا نحن نتحدث عن 21% من التراجعات. أيضا الروبل الروسي وتراجع منذ عام 2014 العقوبات، أيضا تراجعات كانت ب 97%. تركيا راح تكون أيضا من الدول اللي راح تتراجع فيها عملتها، وشفنا كيف التراجعات كانت تقريبا نحن نتحدث عن 12%، فتكون متأثرة من نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية تلك العملات. لكن في عملات أيضا راح تكون متأثرة ولكن غير مباشرة، وهي الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، راح يكون العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي بالسلع، هي راح الجنيه الاسترليني، ربما هذا سوف يشهد أيضا نشوف كيف أنه هناك أيضا مثل الدولار الاسترالي النيوزيلندي نشوف كيف على تراجعات، وبالفعل عم نشوف تراجعات على تلك العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني والعملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي. بالمقابل العملات اللي ممكن تستفيد من هذه الأسماء عم نشوف كيف إنه الدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي أمام عملات أخرى عم بيرتفع بشكل كبير، عم نشوف إنه الين الياباني، الفرنك السويسري عم بيرتفعوا، هاي العملات التي تعتبر العملات الآمنة. فبالتالي الآن اللجوء إلى الملاذات الآمنة والابتعاد عن العملات المخاطرة هي اللي بنعتبرها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، ولكن بالإضافة إلى العملات أيضا اللي بتربط علاقة تجارية كما ذكرنا مثل اليورو وعملات أخرى مرتبطة بروسيا. طيب هذا بشأن السلع والنفط والعملات أيضا تحدثنا عنها، ماذا بشأن المعادن ولا سيما الذهب؟ هل سيستفيد ويتجاوز حاجز الـ2000 دولار؟ نعم، الذهب يعتبر من الملاذات الآمنة، وأعتقد أنه ربما نصل إلى تلك المستويات، غير مستبعد ذلك تلك المستويات في ظل هذه في ظل الغزو الروسي الأوكراني هو اللجوء إلى الملاذ الآمن، فبالتالي ممكن نشهد ارتفاعات. الآن نحن عند مستويات مرتفعة جدا فوق المستوى 1960، ربما نرى مستويات 1980 في حال اجتياز تلك المستويات، ربما نرى مستويات 2000 دولار. لا ننسى أن التضخم مرتفع، لا ننسى أن أسعار النفط والطاقة وأسعار السلع كلها ارتفعت، سوف تؤدي إلى التضخم بشكل كبير، رح نشوف ارتفاع في التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن عم نتحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين مرتفع ب 7.5%، في منطقة اليورو عم نتحدث عن 5.15%، نحن عم نتحدث عن ببريطانيا 5.15%، في منطقة اليورو 5.10%، ونعتبر الذهب أداة تحوط من ارتفاع التضخم، فبالتالي أتوقع ارتفاعات والمزيد من ارتفاع أسعار الذهب في ظل يعني تلك الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا أستبعد الوصول إلى تلك المستويات، مستوى 2000 دولار. فالآن هو وقت اللجوء إلى الملاذات الآمنة كما ذكرنا قبل قليل، والذهب والفضة كلها تعتبر من الملاذات الآمنة كسلع آمنة، وأيضا العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. وعم نشوف كيف أنه أسواق الأسهم عم تتراجع بشكل كبير، هي الأسواق المتعلقة بشهية المخاطرة. طيب تداعيات هذه التوترات على الأسواق، هل تعتقدين بأنها ستكتسي باللون الأحمر على أقل تقدير طيلة أيام الحرب الحالية؟ نعم، بالفعل طيلة أيام الحرب سوف نشهد اللون الأحمر يكتسي تلك الأسواق، وبالفعل بدأ وكرأينا كيف مؤشرات الأسواق الخليجية، أسواق المنطقة العربية تراجعت، الأسواق الآسيوية على تراجعات، الأسواق الأمريكية والستريت كانت عم تدل عقود الأجر على تراجعات، والأكثر متأثرين هو مؤشر الناسداك اللي عم نشوفه أكثر تراجعاً. اللون الأحمر يطغى على الأسواق الأوروبية، فبالتالي بتوقع أنه عدم اللجوء أو عدم وجود شهية لأخذ المخاطر، وعم نشوف
بنشوف الضغط على أسواق الأسهم بشكل عام، أسواق الأسهم العالمية والعربية. فبالتالي لا أستبعد أن نرى في هذه الفترة هبوط في أسواق الأسهم واللجوء إلى النفط والذهب والعملات ذات الملاذات الآمنة. طيب، هذه الأزمة بين روسيا والغرب، هل من الممكن أن تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولا سيما بما يخص رفع أسعار الفائدة؟ نعم، بالنسبة نحن نتحدث عن رفع الفائدة، طبعا سوف يكون في مارس، والمتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة. نحن نتحدث عن 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. بالفعل أسعار النفط في حال ارتفاع أكثر من ذلك سوف هناك مخاوف بارتفاع التضخم، فبالتالي هنا قرارات البنوك المركزية سوف تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم اللي عم يصل إلى مستويات قياسية. وكلما ارتفعت أسعار السلع وأسعار النفط وأسعار الطاقة سوف يسرع من عجلة قيام البنوك المركزية والفدرالي الأمريكي بتسريع رفع أسعار الفائدة. لكن يجب أن أيضا نأخذ بالحسبان هل سيكون نأخذ التأثير الحرب الروسية الأوكرانية على النمو الاقتصادي العالمي أيضا، لأن نحن نعرف أي رفع لأسعار الفائدة هو ربما يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام، لكن عم نشوف أن التضخم عم يرتفع بشكل كبير، فبالتالي لكبح ارتفاعات التضخم سوف نرى هذا الرفع لأسعار الفائدة في شهر آذار. نعم، ربما هذه التداعيات ستطول بحسب مدة الحرب والأزمة بين روسيا وأوكرانيا. كل هذه التفاصيل تحدثنا بها مع محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي السيدة لينا قنوع، التي كانت معنا من دبي عبر سكايب. شكرا جزيلا لك.